الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يجوز لمن أكل ثوما أو بصلا دخول المسجد إذا كان خاليا من الناس؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، الجواب: هل يجوز لمن أكل شيئا من هذه الأشجار التي توجب رائحة خبيثة كالثوم أو البصل أو الكراف أن يدخل المسجد في حال خلوته؟ هذا يتجاذبه أصلان. الأصل الأول أن العلة، هل هي أن العلة في منع قربانه للمسجد، هل هي من أجل تأذي الناس الذي يتفرع عنه تأذي الملائكة، أم أنه لمجموع الأمرين، لتأذي الملائكة وتأذي الناس؟ فإن قلنا بأن العلة هي لتأذي الناس، فإذا تأذى الناس تفرع عن أذاهم تأذي الملائكة، فالملائكة لا تتأذى بنفس الرائحة، وإنما تتأذى بسبب أن المؤمنين تأذوا، فإذا المؤمنون يتأذون بشم هذه الرائحة منك، والملائكة يتأذون بالشيء الذي يؤذي عباد الله المؤمنين. فإذا قلنا بهذا القول وفهمنا الحديث على هذا الفهم، فلا جرم أن المتقرر عند العلماء أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا كان المسجد آهلا بالناس فلا يجوز لمن أكل الثوم أو البصل أو الكراث أن يقربن المسجد. وأما إذا انتفت هذه العلة وهي أن المسجد لا يوجد فيه أحد، فلا حرج على الإنسان في هذه الحالة أن يدخل المسجد لانتفاء العلة، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. وأما إذا فهمنا الحديث على فهم آخر، وهي أن الذي يتأذى من هذه الرائحة طائفتان من خلق الله: الأول المصلون، والثاني الملائكة، فالملائكة تتأذى من هذه الرائحة والمصلون يتأذون من هذه الرائحة، فإنك في هذه الحالة لا يجوز لك أن تدخل المسجد مطلقا، لأنه وإن كان خاليا من المصلين فإننا لا نجزم جزما بخلوه من الملائكة. والذي أرى والله تعالى أعلى وأعلم هو التعليل، هو الوجه الأول، هو الوجه الأول، وهي أن الملائكة إنما تتأذى بسبب تأذي المؤمنين، والمؤمنون يتأذون بسبب هذه الرائحة، فأي فعل يوجب إيذاء المؤمنين فإنه يتأذى منه ملائكة الله، لأن الملائكة يحبون المؤمنين ويدعون لهم ويكرهون أي شيء يوجب لهم الضيق والعنة والأذى. فإذا تأذى المؤمنون بفعل من الأفعال تأذت الملائكة، فإذا تأذي الملائكة فرع عن تأذي المؤمنين، وتأذي المؤمنين فرع عن شمهم لهذه الروائح. فإذا دخلت المسجد لوحدك وليس فيه أحد من المؤمنين، فليس هناك أحد من المؤمنين يتأذى، فلا يتأذى الملائكة حينئذ لعدم وجود أذى يصدر على أحد من المؤمنين. ولكن الأحوط ألا تدخل المسجد مطلقا من باب الخروج من خلاف العلماء في هذه الجزئية، لكن إن دخلت المسجد وليس فيه أحد من المسلمين يتأذى فلا أرى عليك حرجا، ولكن الأفضل والأحوط عندي ألا تدخل، والله أعلم.